كيفكم؟ جاد جاد مبسوطين فيك هون اليوم؟ ست النفس. انت مبسوط؟ هاي مدام ليسلي نخير من غير اشياء. هاي مدام ليسلي تعرفنا عليها هلا. مدام مين؟ ميري تعرفت عليها قبل شوي؟ ايه عرفتها. مدام كلوديا عرفتني ما عرفتني هلا. مدام بيتي عرفتني؟ لا انا بيتي. بونسوار مدام كارلا كيفك؟ منيح مبسوط. انا شفتك شوي قبل. بدي اقول لكم شيء عن جاد. عن جاد. جاد هو النسخه الصغيره من رافائيل. والله واو. شفته انا قبل كل الوقت حركة مش انه هيك يعني عم نحكي بس انه نسخه صغيره من رافائيل. تفضل جاد اذا بتريد اقعد مثلنا على الكرسي لحتى نسيم نشوف شو محضر لنا هلا. بدهم تقوم تركض يا عم جيبوني ما ضو خلص طلع خليني ركز يلا. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعيني مجا فيها النوم النوم يمصهرني. أنا قلبي بيسألني آه يغير أحوال ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله. أمال غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه عليا وفين حلاوة قربك فين فين الوداد والحنية. أمال غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه عليا وفين حلاوة قربك فين فين الوداد والحنية. يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني ريحني واطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني لعيني بيهواها النوم ولا بخطر على بالك يوم وعيني بيهواها النوم ولا بخطر على بالك يوم تسأل عني يا مصهرني. اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول نتقابل بكرة وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال وهو العمر فيه كم يوم وانا بعدك علي طال. يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني عيني ريحني واطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني ولا عيني هواها النوم ولا بشكي ولا أقول لك يوم تسأل عني يا مصهرني. شو جات؟ منيح ميرسي حبيبي. مقبول؟ مقبول؟ لا احسن. قالك هو عم بغني قالك ولا كلمة. ممتاز ممتاز اكسلون ممتاز ممتاز نسيم. شو بدك تقول لهم؟ خلص قلبي بيغني راب. والله؟ عم سمعنا راب قبل شوي. باي اطلع رفايل.
حلو كتير كان معنا نسيم اليوم و... واختيار الأغنية كان كتير حلو. بس أنا في محلات صراحة تعبني شوي لأنه أول شيء كل صوته عم يدفشوا هيك كل الوقت عم بيطب لقدام، كل آخر جملة عم بيطب لقدام. مش معقول إذا عنده غنيتين يغنيون وكل قفلة بده يطب لقدام. ديجا الاتيتود لازم تكون الاتيتود تبع البوستور لازم تكون ستابل ثابتة أكتر كل الوقت، وسيبار الصوت أكيد مش أنه يطب لقدام. ومنشان هيك في محلات قفلته آخر كلمات بالجمل كنا ما عم نسمع آخر ناط أو آخر حرف، أو حتى في محل في شقفة كاملة من الكلمة قطشة. هيدا جاي من عدم استعمال التكنيك والنفس وفتحة التم يلي بريحوله الصوت. غير هيك المود كان كتير حلو، ونسم مش بس يعني كنا التامبرو حلو والمغنى حلو، ولكن كمان كان في كوميونيكاسيون، كان في تواصل منيح معنا ومع جاد كمان بذات الوقت. المود كان حلو، ولكن هيدا صوت كتير كبير وكتير حلو وتامبر كتير حلو. نسيم اليوم صار لازم ينتبه على الأشياء البقوة الصغيرة لأنه هول اللي بدهم يعملوا الفرق بالصوت وبالأداء وبالأتيتود تبعولته إذا عنده حفلة كاملة يأدي على المسرح أو قدام جمهور لإله. نسيم صوت كتير كبير وإحساس ما نوجد بالأكاديمي مثله إحساسه، يعني أنا بتمنى إنه هايدي كمان يكون إحساسها بمستوى نسيم طيب تتكمل معه، لأنه هي بتجنن وهو بجنن. هلأ في شغلة يلي عم بيأخره لنسيم هو نضوجه الفكري والعقلي، لأنه طمم باله إنه صوته حلو بس لا بيشتغل على نفسه، لا بيشتغل على وقفته. وقفته عطول عم بعمل له الملاحظة الرقبة لقدم. طب لشو هالرقبة لقدم؟ محمد كان مثله محمد عباس صلحها ليه؟ لأنه في نضوج. بس هو أوقات بتصرف كولد. هيدا هالشغلة بده وقته نسيم، ودوماج إنه بالأكاديمي نحنا بس 4 أشهر، بس إذا كملت معه سنة شغل لنسيم شي بياخد العقل. صوت من أجمل أصوات ما رأيت. بما أنه هيدا آخر مرة قاعدين وعم نحكي كإيفال رح نحكي، أنا بس بحب أقول أنه هيدا الشاب أنا بالنسبة لي من أجمل ما أنا سامع خامة صوت، ما بعرف إذا أجمل لحتى ما نكون عم نزيدها، بس قد ما صوته حلو أنا اليوم شفته متطور عن قبل، يعني عطينا مجهود وسمعنا صوته. قد ما صوته حلو بهالعمر الصغير عم نطلب منه كل شيء وبعده كتير صغير. يعني نسيم إذا اشتغل ورح يشتغل، لأنه هيدا الصوت ما بينطمر، مش ممكن. يعني في 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 مطرح بيوصل، توصل موهبة لمطرح لو بدك تقصدي أنت تكبتيها ما بتنكبت. هيدا الصوت بده يبين بيوم من الأيام، بس نسيم بحاجة إنه يكبر، بحاجة يوقف مزبوط. هو الوحيد اليوم يلي تفاعل معنا مثل ما لازم مزبوط. هو الوحيد اللي تفاعل مع الصبي مثل ما لازم، وهو الوحيد اللي حسسنا انه هو اكتر واحد اليوم قادر يوقف يغني ويعمل حفلة. هو قدى بس بعد، يعني نحنا منزعل لانه منعرف اذا الكومبورتمان تبعه تصرفاته بتزبط اكتر قديش بعد بيعطينا. نحن منعرف الناس اللي عم تحضر يمكن بتقول شو هالصوت هذا العظيم، كيف ممكن تحطوه نومينيه هديك الأسبوع وما بعرف شو. منحطه لأنه نحن عارفين نحن عم نطلب منه من هون وبالرايح. نحن ما عم نقول إنه بيعرف يغني أو صوت حلو أو مش حلو، منعرف إنه صوت بياخد العقل. نسيم لو عم مزبوط عم يشتغل مثل ما محمد عم يشتغل، مثل ما الباقيين عم يشتغلوا، كان ظاهرة لأنه هيدا صوت بالنسبة لي أنا ظاهرة بعد ما بيّن. رح تخلص الأكاديمية وبعد ما بيّن لأنه هو صغير. لو هو أكبر 3-4 سنين وفات على الأكاديمية بفتكر كان عامل شيء أكتر من هيك بكتير. بعده تحت 20 سنة هيدا حدا طفل بينقله. أنا إذا بدي أحكي عن صوت نسيم ما فينا نقول إنه صوت منه يونيك، يعني ما يعني أكيد إن شاء الله بكرة بيعمل مستقبل حلو كتير. نسيم دغري بدي نعرف أنه هيدا صوت نسيم، يعني ما بيفكر مرتين تيعرف مين عم بغني الأغنية. وحيد صوته، فريد من نوعه. اليوم بالإيفال كان أحسن من الإيفالات الماضية. تواصل معنا، تواصل مع جاد، الآي كونتاكت جيد،
وشوي بفتكر النوميناسيون تبع هذيك الأسبوع هلا خضته. هلا بالنسبة لتفاصيل الصوت ما بعرف مع أسدة الصوت، ولكن عامة أنا بالنسبة للحضور وبالنسبة للتواصل مع الجمهور نسيم كان اليوم بالإيفال جيد. نسيم هيك الحلو بصوته المميز، انه هيك بنحسه بعده نظيف، بعده صوت جاي بير، بعد يعني بالفطره بغني هيك بلبل، بغرد فعلا، بغرد وبيغني بطريقه حلوه. ولكن المشكله اللي انا بشوفها عن نسيم هي انه يكون عنده قدره اكثر بعد على الاستفاده من الملاحظات، يعني يكون يقدر يتطور اكثر ويتخلص من يعني عنده قصص رائعه بصوته. انا عاده من الناس اللي مش كتير بحبوا يغيروا بطبيعه الصوت، لانه حلو الصوت مثل ما هو بطبيعته، ولكن في قصص بدها تزبيط، يعني مثل واحد وقتها بينحت لوحه او وقتها بيعمل شغله بصير يزبط فيها الاطراف، بصير يزبط فيها تتبين فعلا احلى ويظهر فيها نقاط القوه ويظهر فيها جماله اكثر. أنا مثلا نسيم بشوف أنه لازم يشتغل على كيف بيغني أداء الأغاني المختلفة، الأنواع المختلفة، يعني وقتها بيغني طرب أم كلثوم غير وقتها بيغني مثلا غنية فولكلورية مثلا تونسية، وقتها بيغني فولكلور لبناني غير وقتها بيغني غنية، يعني اختلاف الأغاني هو اللي بده تزبيط تنقدر فعلا نستمتع، لأن هالقد صوته حلو، هالقد عنده إمكانيات حلوة، هالقد عنده سلاسة بصوته، ولكن هيدا السلاسة بدها توظيف بكل محل بشكل مختلف. هذا اللي هو فعلا اللي مش كتير قدر يستفيد منه، لأنه بإمكانيات صوته بيقدر يعمل فعلا أعمال رائعة وبتاخد العقل، وهذا الشيء مثل ما قلته بيجي مع النضج، بيجي مع الوقت. أنا اللي بدي أقوله يا نسيم مثل كل شخص موجود بالأكاديمية اليوم، ما حدا بقى يهمل صوته، ما حدا يترك صوته، بالعكس هذا الصوت بده عناية، بده اهتمام مثل النبتة وقتها منسقيها ومنهتم فيها، إذا منتركها شوي منشوف بيطلع فيها أوراق صفر، منشوفها بتدبل، هيك الصوت بده فعلا عناية كبيرة، لأن إذا بيهملوا صوتهم رح يهملهم هو بالنهاية، ما رح يقدوا فعلا يعطونا الأشياء اللي نحن مننتظرها منهم.